السلام عليكم متابعينا، نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. البداية من الأخبار المحلية، حيث حقق فريق الزورة لقب كأس العراق لعام 2017، ذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق نفط الوسط بهدف قاتل سجله المهاجم علاء عبد الزهرة في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الصناعة. وقدم فريق نفط الوسط مباراة كبيرة وكان الأفضل بشوطه الأول، وأهدر أكثر من فرصة فيما تسيد الزوراء النصف الثاني وأضاع عدة أهداف، وهذه هي المرة 15 الذي يحرز بها النادي العريق لقب بطولة الكأس. وفي أخبار مباراة الأساطير في البصرة، تم الإعلان عن القائمة الأولية لمنتخب نجوم العراق لمواجهة أساطير العالم في البصرة في 9 من الشهر القادم. وضمت القائمة كل من عماد هاشم وهاشم خميس لحراسة المرمى، ولخط الدفاع كل من حيدر عبد الرزاق وسعد عبد الحميد وباسم عباس وراضي شنيشل وحيدر محمود وحيدر جبار وشرار حيدر وحيدر عبيد وبسام رؤوف. أما لخط الوسط فضمت كل من هادي أحمد ونشأت أكرم وقصي منير وهوار ملا محمد وحبيب جعفر وليث حسين وسعد قيس وعباس عبيد وعبد الوهاب أبو الهيل وهيثم كاظم. أما لخط الهجوم فضمت كل من يونس محمود وعماد محمد وأحمد راضي ورزاق فرحان وصاحب عباس وأحمد مناجد ومحمد ناصر بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فيرا صاحب الإنجاز 2007. وفي ذات السياق، تم طرح تذاكر المباراة في الأسواق صباح أمس الثلاثاء، وهذه هي أماكن رسمية لبيع التذاكر في عدة محافظات، مع العلم أن سعر التذكرة هو 25,000 دينار عراقي فقط، على أن تنطلق المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. اختار الصحيفة فوتبول تايمز الإنجليزية نجم منتخبنا الوطني العراقي السابق أحمد راضي كأحد أفضل 50 أسطورة دولية بتاريخ كرة القدم. الصحيفة وصفت في تقرير لها أحمد راضي بأنه الأفضل في تاريخ العراق ومن أفضل في تاريخ آسيا، وهو الوحيد الذي حصل على جائزة الأفضل آسيويا وعربيا في تاريخ العراق. وقالت بأن راضي سجل هدفا في كأس العالم 1986 ضد أفضل حارس في العالم حينها، وسجل هدفا آخر ولم يحتسب بسبب التسلل رغم أنه لم يخص سوى 3 مباريات في ذلك المونديال.